نتمنى منكم متابعة صفحتنا على الفيسبوك، وأيضا المتابعين الكرام هذه صفحتنا على الإنستغرام، ندعوكم للمتابعة من خلال الضغط على الرابط الموجود في أول تعليق وفي صندوق الوصف. الناطق باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال تخصيص جلسة طارئة مطلع الأسبوع المقبل لإقرار الموازنة. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق، قبل البدء بتفاصيل الفيديو لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار العاجلة والحصرية. حياكم الله متابعينا الكرام، حيث نقرأ عليكم ما وردنا من الناطق باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال. أولا، الحكومة ملتزمة بالسعي لتحقيق مطالب المتظاهرين. ثانيا، مجلس الوزراء أقر مقترحا يستوعب 2000 من حملة الشهادات العليا. ثالثا، سيبدأ تنفيذ مشروع لجباية الكهرباء يعتمد على التكنولوجيا الحديثة. رابعا، الكاظمي وجه الوزراء باقتراح مدراء عامين يلتزمون بمعايير الكفاءة والنزاهة والقيادة. خامسا، الحكومة ملتزمة بالتعامل بحزم مع كل من يسيء ويتجاوز ويعتدي على القوات المكلفة بحماية المتظاهرين. وسادسا وأخيرا، الكاظمي وجه وزارة الداخلية بالتحقيق بحوادث الاعتداء على القوات الأمنية. متابعينا الكرام، إلى هنا ينتهي الفيديو لهذا اليوم، لا تنسون الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار العاجلة والحصرية. تحياتنا لكم.